وصفة تقوية المناعة تحفة جدا جدا جدا، مفيدة لكل الصغيرين والكبار. أتمنى تتابعوا الفيديو وتستفادوا بيه، ولو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم، ويلا نشوف الفيديو. عايزين ناكل هم هم هم، اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. النهارده الوصفة عن تقوية المناعة، وصفة جامدة جدا جدا جدا، مفيدة للصغيرين وللكبار. أولا معانا عسل نحل، عسل نحل أي نوع عسل نحل أنت تحبيه. العسل نحل أنواع كتير، مش هجبرك بأي نوع معين. كركم، وطبعا احنا عارفين فوائد الكركم جامدة جدا وهقولها لكم. هيل، والهيل ده عبارة عن حبهان مطحون، حبهان العادي اللي بيتحط على اللحوم والفراخ ده هيل مطحون، بيتقال عليه هيل. تمام. اول حاجة هنعرف فوائد الهيل في وصفتنا دي ايه. اولا هنتعرف على فوائد الهيل، ان هو اصلا فايدته ان هو بيقوي المناعة وبيخلص الجسم من السموم، وخافض للمستوى ضغط الدم في الجسم، يعني فايدته رهيبة. الهيل دي مش بس التوابل بس بنستخدمه، عشان كده انا جايبة الوصفة دي بجد بدقة جدا، وان شاء الله الكل يستفاد بيها. واتمنى اللي يشوف الوصفة دي ما يبخلش على اصحابه واصدقائه بان هو يعرفها له، مش فايدة القناة، لا فايدته هو وفايدته لجيرانه ولاصحابه ولاخواته، لان فعلا فعلا احنا في امس الحاجة في اليومين دول ان احنا نقوي مناعتنا من اي امراض حوالينا، وربنا يحمينا جميعا من كل الامراض. طيب احنا قلنا ان هو بيقوي المناعة وبيخلص الجسم من السموم وخافض للضغط المرتفع، ايه كمان؟ بيمنع حدوث الجلطات الدموية في الدم. تمام. وبيحسن الهضم وبيذيب الدهون في الجسم، يعني نفعه رهيب. دي فوائد الهيل اللي انا عارفها. تعالوا يلا هنبدأ مع بعضينا الوصفة. لازم طبعا تنخلي اي توابل بتجيبيها، اي مكونات لازم تنخليها الاول قبل ما تستخدميها. تمام. طيب هنشوف كده دول كم معلقة ونحطهم. بسم الله. معلقتين كبار، معلقتين ونص. هنيجي لو حطينا معلقتين ونص هيل هنحط ضعف كمية الهيل كركم. دي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، تقريبا حوالي خمسة، حوالي خمس معالق تقريبا. هو عامة النسبة مش يعني، هو المفروض ربع كيلو على ربع على تمن ربع كيلو هيل على مثلا نص كيلو كركم لو عايزه كميه كبيره، او ربع كيلو كركم على تمن هيل.
مع كمية العسل المتاحة بالنسبة لك. هنقلبهم مع بعض. بسم الله. نجيبوا العسل. العسل ده نص كيلو. نص كيلو عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. هتستخدميه ازاي بقى بعد ما تخلطي؟ هتاخدي منه معلقة قبل ما تنامي، معلقة كبيرة قبل ما تنامي، تحطيها على كوباية لبن دافية مش سخنة قوي، وتقلبيها فيها وتاخديها قبل النوم. ده بيديكي طعم عامل زي ال ال طبعا بتقلبي بمعلقة خشب يا جماعة. هقلبها اهي، قلبتها كويس جدا جدا. ممكن تزودي الكميه اللي انت عايزاها. وعلى فكره كمان الهيل مفيد جدا. اهي الوصفه كده جاهزه تمام. معلقه كبيره على كوبايه لبن، ولو هتديها لابنك معلقه صغيره على كوبايه لبن قبل النوم تمام، قبل النوم بساعه. واتمنى ان وصفتي تكون عجبتكم، ويا رب تكون فادتكم. ورجاء تعملي لايك وشير وتشتركي في القناه، واتمنى ان الوصفه دي تشاريها لاصحابك وتعرفي احبابك بيها. واستودعكم في امان الله.